اول مرض بنشوفه كتير قوي اللي هو البابيولار ارتكاري. حد هنا اشتغل تكليف ولو امتياز؟ في ناس هنا تكليف؟ اه. اللي اشتغلوا تكليف في الوحدات شافوا البابيولار ارتكاري دي كم مره؟ هي عباره عن ايه الاول؟ اسمها بابيولار ارتكاريا. يعني ايه بابيولار؟ يعني ايه بابيولز؟ تمام. حبوب. ارتكاريا يعني ايه؟ خرش في اتشنج. تمام. يعني عباره عن بابيولز حبوب وبيهرش فيها. الحبوب بتظهر في الايد والرجل وبيهرش فيه. حبوب بتظهر العيل الصغير في ايديه. تمام. اهو في ايديه ورجليه بالمنظر ده بابيولز ويقعد يهرش فيه. دي شكوى كتير بتيجي لكم او في الوحده الصحيه. هيجي يقول لك الام جايه لك تقول لك الواد طالع له حبوب في ايده ورجله وقاعد يهرش فيها. شكوى هتشوفها كتير قوي. طب الارتكاريا دي مشهور قوي. تمام. اه لسه هناخد دلوقتي. لسه هنبطهم دلوقتي ونفرق بقى. ماشي. يبقى دلوقتي يا جماعه بابيولز بتظهر في ايديه ورجليه وبيهرش فيها. دي حالة ايه؟ من اسمها بابيولار ارتكاريا. بابيولز وبيهرش فيها. بابيولار ارتكاريا مشهورة جدا. قبل ما تدي للام الروشتة بتقعد تسألك كده شوية اسئلة. قال لها من ايه بقى يا دكتور اللي طالع لها ده يا دكتور؟ هتقول لها ده حساسية من الحشرات وخصوصا الناموس. فتقول لها حساسية بيه اكتر في شهر 6 و7 الصيف. فتقول لها ايه ده حساسية من الناموس؟ تقول لك لا يا دكتور تشخيص غلط، شخص تاني. ده عمر ما فينا ناموس قرصوف في المكان ده. ده انا على طول مغطية ايديه ورجليه للاخر. تمام؟ ده البابيولز طلعوا هنا ازاي؟ ده على طول مغطيه ايديه ورجليه. ده مش من الناموس ده يا دكتور. قلناها دي حساسيه من قرص الناموس مش مكان قرص الناموس. يعني ايه؟ لو الناموس قرصته او الحشره قرصته بصبع رجله الصغير البابيولز دي هتطلع في ايديه ورجليه عادي. تمام كده؟ يبقى مش من مكان القرص. ده حساسيه من اي قرص جت في جسمك. تمام؟ ماشي. طب افرض مش موسم ناموس. مفيش ناموس اصلا، طلع حساسيه برضه من ناموس وحاله ارواح ارتكاريا. الجيش بيقول لك اتصرف اي حشره طلعها. يعني غالبا الحشرات اللي بتعمل بابيولا ارتكاريا هي الحشرات اللي موجوده في فرش السرير. بالنسبه لفرش السرير مشهور جدا في الحشرات دي. او بيبقى موجود في الوبريات زي ايه؟ السجاد، الموكيت، الدباديب بيلعب بيها، يجيب دباديب من الشارع ويقعد يلعب بيها وطلع بيها نازل والكلام ده. على سجاده قديمه في البيت او موكيتات قديمه في البيت الحاجات دي تركز عليها لان بيبقى فيها حشرات بتاعت بابيولا ارتكاريا. تمام؟ بس الام لسه مش مقتنعه. يا دكتور انا حاسس كده انها حساسيه للواد الاكل اللي كانها امبارح، اصل الواد كان نفسه في الخوخ امبارح والخوخ لسه طالع، فجبت له الخوخ من هنا طلعت البابيولز من هنا. تقول لها ايه؟ كويس ان انت قلت المعلومه دي. الخوخ او الاكله اللي عملتها الاكله اللي قالتها دي بتزود فعلا او بتظهر البابيولار ارتكاريا، بس السبب هو مين؟ الحشرات. يبقى عشان تعرف البابيولار ارتكاريا السبب هو الحشرات، حساسيه من الحشرات. لكن اي اكله من دي زي السمك، بير، لبن، فوق، دين، موز، مانجا، فراوله، شوكولاته، مش كل ده تلاقي اكله واحده. بتعمل ايه؟ بتبقى ارتكاريا، بتزود موضوع بقى ارتكاريا، بتخليها تبان اكتر. تمام؟ ده بالنسبه للاكلات اللي موجوده. الام هتقول لك هو الواد برضه هيفضل غلطان كده على طول، هيفضل كل ما ياكل الاكله دي، تمام؟ هيظهر له الموضوع ده. قلنا ما تلاقيش غالبا برضه بقى ارتكاريا بتختفي قبل سن دخول المدرسه، غالبا عند سن 5 سنين. ماشي. يبقى قبل سن دخول المدرسه، وده اللي يهمها برضه، ان قبل سن دخول المدرسه غالبا بتختفي. تمام. يبقى الاكله دي مش هننحى عنده على طول لحد بس ايه، لحد سن دخول المدرسه. تمام. ده بالنسبه للبابيولار ارتكاري. طب ايه العلاج بقى عندي؟ العلاج سهل جدا، مفيش فيه كلمه جديده. دي عباره عن حساسيه، تمام، من الحشرات وبيهرش فيها. حساسيه من اللي بيقابل خلايا حساسيه، خلايا المناعه اللي بيقللها دوبكر كورتيكوسترويد وبيهرش فيها. سمعت كلمه هرش بيقدم مين؟ الثنائيه بتاع هرش. فاكرين لما قلت لكم ساعات بسمع كلمه هرش اكل الثنائيه بتاع هرش عندنا اللي هو الانتي هيستامينيك والسوزن كده. يبقى العلاج قلت كده دواء جديد، بص دواء جديد، لا حساسيه، هذا علاج الحساسيه وبيهرش فيها. سمعت كلمه هرش الثنائيه بتاع هرش، هو ده علاج بابلو ارتكاري. بس مش لا قلنا السيستم الكورتيكوسترويد ده في الحالات اللي هي خلاص يعني ما ينفعش حاله زي دي بابلو ارتكاري دي تدرس الكورتيكوسترويد. ده لاست تشويس بالنسبه لي لو بيموت استخدم الكورتيكوسترويد. يكون الجسم كله رياكشن في الجسم كله. لا الرياكشن غالبا بيجي في الاطراف ايديه ورجليه اكتر. تمام؟ ماشي. لكن ينفع تعمل هناخد نفرق الحاجات دي، اسئله كلها لسه هتتجاوب يا جماعه، لسه ما خدناش حاجه بس في الاول، لسه بنجري اهو في الايه؟ لسه هنبدا نجري مش مع بعض، هنعرف نفرق ده وما نفرق ده ازاي. تمام؟ ماشي. الارتكاريا بقى نفسها، الارتكاريا تاريخها ايه؟ فاكرين ان النيشن السكريشن بتاعها كان اسمها ايه؟ الويلز. الويلز دي اللي عارفها اربعه ايه؟ الفيتد حته مرتفعه عن الجلد، ديمتس مورمه، ايرسيمتس محمره، ايفينيسنت بتختفي في اقل من 24 ساعه. ده تعريف الويل.
الويل حته مرتفعه اليفيتد الدم مورمه ارسم قسمه احمره وبنسبه بتختفي في اقل من 24 ساعه. غالبا العيان بيجي يقول لك الويل دي كانت طالعه تقعد كده ساعتين ثلاثه او اربع ساعات ولا حاجه وتيجي تختفي ويطلع واحده ثانيه جنبها تختفي ويطلع واحده كمان ثانيه جنبها ماشي فيكسد ليجن. وايه اللي بيحصل؟ قال لك صادن اكسبلوسيف اونست مره واحده على الجسم كله مره واحده طلعت له الويلز دي وتختفي صار واحده جنبها تختفي صار واحده جنبها بالمنظر ده صادن اكسبلوسيف اونست اوف ريبيتد ديمتوستيفينس. تمام الويلز دي ارتكاريا ايه السبب فيها؟ دي اسباب الارتكاريا. خش بقى على التكست بوك هتلاقي اسباب الارتكاريا كل ده. هقعد احفظ برضه كل ده؟ لا. حط في دماغك بس هم ثلاث حاجات. اكله معينه، دواء معين، قرصه حشره معينه. يعني في ناس عندها حساسيه قرصه حشره النحل. النحله لما تقرصهم من هنا بيسرهم الموضوع ده. ده معروف بيقول لك انا قرصت النحله، ده معروف. او اكله معينه مخصوصا المأكولات البحريه. شفناها في فيلم قريب اسمه ايه؟ بلبل حيران لما كان ايه؟ بلبل حيران كان ايه؟ كان السوشي. ده مأكولات بحرية. غالبا المأكولات البحرية ممكن تعمل ايه؟ ارتكارية في بعض الناس. تمام؟ يبقى اكل معين هقول لك برضه انا اكلت كذا. ماشي؟ لكن دورك جاي اهو او دواء معين. ازاي؟ اي حد جاي لك في حاله ارتكارية بتدور على الثلاث حاجات دول. قرصه حشره معينه؟ قرصه حشره معينه ولا لا؟ تمام؟ او ده اكله معينه كانت اكله معينه ولا لا او دواء معين. وده وظيفتك عند وظيفتك انت كطبيب ان المفروض تسال على الروشته ده ماشي عليه. يعني تقول له انت اكتشفته قريب ماشي على ده ولا حاجه طب وريني الروشته بتاعتك. تمسك الروشته بتاعته تعمل ايه؟ هتغير الروشته بتاعته اللي هو ماشي عليها. هتشيل السبب لان طول ما السبب موجود الارتكاريه هتفضل موجوده. لان مثلا يكون كشف على عند واحد قبلك ولا حاجه واداله علاج الارتكاريه وبرده مش جايب نتيجه معاه، ليه؟ السبب لسه موجود فدور على السبب. السبب هو بياخده اصلا كل يوم اللي هو الدواء بتاعه. فتشيل في الدواء ايه؟ تغير الانتيبيوتيك اللي موجود وتكتب اريثروميسين. وتغير النانوسترويد او المسكن اللي موجود وتكتب باراسيتامول. يبقى اشيل المسكن او خفض الحراره اللي موجود اكتب باراسيتامول واشيل المضاد الحيوي اكتب اريثروميسين. اما نعرف بقى الانتيبيوتيك تعرف ان الاريثروميسين ده النص سيف اللي ما بيعملش اي حساسيه الاريثروميسين. عشان كده بشيل اللي مكتوب اي حاجه مكتوبه ممكن تعمل حساسيه، شيل المكتوب واكتب ايه؟ اريثروميسين. واشيل المسكن اخفض الحراره اللي مكتوب واكتب ايه؟ باراسيتامول. تمام؟ ده بالنسبه لدواء معين. يبقى ده الاسباب عندي بتاعت الارتكاريا اكتر حاجه بتدور عليها اكله معينه، قرصه حشره معينه او دواء معين وعرفت لو دواء معين تتصرف في الحاله ازاي. تمام؟ ماشي. مثلا ممكن تظهر مثلا هي واحده بتاخد دواء معين فجاه تظهر مثلا يعني مش مع مش اول مره في الكورس بتاعتها ممكن مثلا شفت حاجه اوتمنتل فجاه بعدها يعني حلته كذا مره. ماشي ماشي. بص يا جماعه الارتكاريا مفيش منها خوف كبير الا لو ظهرت فين؟ اول ما تطلع كده على الوش دي مشكله كبيره جدا. ورمت خده ورمت حوالين شفته بالمنظر ده ورمت حوالين عينيه بالمنظر ده دي مشكله كبيره. ده خطر دلوقتي حاله طوارئ دلوقتي لان الورم ده طالما وصل للوش ده كمان شويه يوصل للايه؟ اللارنج. اعمل لارنج الايديه ما هيموت فيه. فدي حاله طوارئ الراجل هيموت كمان شويه. فلو شفت الحاله دي وصلت لحد الوش لازم تتصرف انت معاه بسرعه دلوقتي وتديله الحقنه بتاعت الحساسيه اللي هو حقنه ابيل مع الدكس. تكسر امبول ابيل على امبول دكسا وتحطهم في نفس السرنجه وتحقنهم يا اما عضل يا اما وريد. نكسر امبول ابيل مع امبول دكسا وتحطهم في نفس السرنجه يا اما عضل يا اما وريد. ده بالنسبه لمين؟ للحقنه بتاعت الحساسيه. تمام كده؟ يبقى الحساسيه عموما او الارتكاريا عموما بيقول لك حتى ما تستناش انها توصل لحد الفيس المفروض بتدي له الحقنه دي برضه الاول. ما تستناش انها توصل لحد الفيس. طب الحقنه بكسر الامبول كله؟ بتكسر الامبول كله الابيل وامبول الدكسه كله وتحطه ايه؟ في نفس السرنج. لكن لو طفل مثلا صغير ولا حاجه عاوز تحسب الجرعه بالكيلو احسب الجرعه ازاي؟ جرعه الدكسه سنتي كل 10 كيلو. يعني شرطه كل كيلو. جرعه الدكسه سنتي لكل 10 كيلو. جرعه الابيل نص سنتي لكل 10 كيلو. جرعه الدكسه سنتي لكل 10 كيلو. يعني طفل 15 كيلو هياخد ايه؟ سنتي ونص للدكسه. جرعه الابيل النص سنتي لكل 10 كيلو. يعني الطفل اللي برضه 15 كيلو هياخد قد ايه؟ 3 4 سنتي. تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ للدكسه والابيل. سنتي لكل 10 كيلو. الدكسه سنتي لكل 10 كيلو، الابيل نص سنتي لكل 10 كيلو. ولا ده شيء؟
ده الجرعة بتاع الأطفال القدر كله على بعض، حط الأنبول كله الأبير على أنبول الدكس وحطه في نفس السرنج. ماشي؟ المفروض بقى ما تستناش لما توصل لحد الوش، لو حد الوش يبقى لازم تديها حالا دلوقتي وتلحقه بسرعة، تمام؟ لكن ما تستناش بقى لحد ما توصل للوش، المفروض بقى دلوقتي بيعملوا أي حاجة أرتكارية بيبدوا الدكسة والأبير تمام مع بعض في السرنج يلحقنا الأول كده ويمشي في البيت بقى. هي أرتكارية معناها إيه؟ هرش. سمعت كلمة هرش يا جماعة؟ يبقى يمشي في البيت على مين؟ على الثنائي بتاع الهرش عند هو الأنتي هيستامينيك والسوزيكيشن، عشان الهرش بس اللي موجود. خلاص؟ ده بالنسبة لمين؟ للأرتكار. الحقنة مرة واحدة بس. تمام؟ هي ممكن يتاخد ست أربع مرات في اليوم لو مثلا يعني تديها مرة. يعني مثلا التورم وصل للوش ولسه ما خفش مثلا، اديله كمان مرة، تمام؟ بعد ست ساعات. تمام؟ ده بيتحجز بقى. يعني حالة التورم في الوش ده حالة خطر المفروض يتحجز عنه. خلاص؟ لحد ما التورم ده يخف، غالبا في معظم الحالات لما تديله الحقنة دي التورم ده بيروح. تمام؟ افرض التورم لسه ما راحش، خليه محجوز عندك، اديله كمان ست ساعات إيه؟ حقنة كمان، وهكذا. ماشي؟ يعني ممكن تبدأ تديها على طول. ماشي، ما اقول لك حته الوش دي انها التورم يوصل للوش سواء كان بدا في الجسم الاول او جه على الوش على طول، دي حاله خطره لازم تدي الحقنه بسرعه. ماشي؟ لا ادرينال ده في الحاله خالص، هو خلاص وصل للسفوكيشن، وصل للادرينال لحد ايه؟ لحد اللارينجل. ماشي؟ مش بينفع تدفع تدي ماشي، بس الفكره كلها ان هو فتره بتروح، طالما شفت السبب بتروح لوحدها. تمام؟ انا بس بقى ايه بحافظ على الهرش بس عشان ما يفرش. حالة بنشوفها كتير في الصيف برضه وبتوع التكليف شفوها كتير قوي، بتشتغل التكليف اللي هي حالة سويت كراش، حالة حمو النيل. انت دكتور وحد بيسألك ايه علاج حمو النيل؟ حمو النيل اولا مش محتاج تشخيص، اللي هم اصلا بيقول لك هات لي حاجة لايه؟ لحمو النيل. تشخيصه ايه؟ بين بوينت بابيولز، بابيولز صغيرة محمرة كليز مجمعة في أماكن العرق وخصوصا الباك. حبوب صغيرة محمرة متجمعة في أماكن العرق، أكتر مكان عرق اللي هو مين؟ الباك، وندور على الباك. تمام؟ ايه علاج حمو النيل؟ حمو النيل لو راح لاستشاري جلديه مش هيديله اكتر من الثنائي بتاع الهرش. مش حمو النيل اللي هم جايه تشتكي من المنظر بس ولا من ايه؟ من الهرش. وساعة ما اسمع كلمة هرش قلت له قلت ايه العلاج؟ الثنائي بتاع الهرش اللي هم الانتي هيستامينيك والسوزنج ايجن. ساعة ما اسمع كلمة هرش اكتب الثنائي بتاع الهرش. انت سمعت كلمة هرش في حمو النيل اكتب له الثنائي بتاع الهرش. بس خالص. بس هزود في الشدة صوب فور سويت راش، صابونه كده الحمو النيل اسمها التوب زات صوب، ده موجوده في الصيدليه مكتوب عليها كده فور سويت راش، او اي انسبتك صوب تنفع. طب بتزود الصابونه دي ليه؟ عشان الوقايه من حمو النيل. هي الام مش جايه تشتكي من حمو النيل بس، اللي جايه تشتكي ان حمو النيل ده بيجي له طول الصيف، فعاوزه حاجه طول الصيف تمنع حمو النيل، فبكتب لها كده كان كروشيتا. يعني ايه الصابونه دي؟ ايه الفكره في الصابونه؟ انه يستحمى بيها كتير. سبب حمو النيل هو مين؟ العرق. فعاوز تعمل وقايه من حمو النيل يبقى قلل العرق، يبقى استحمام على فترات قصيره بالماء البارد، ميه الحنفيه العاديه، الماء الفتري العادي ده. محدش يستحمى بميه سخنه في الصيف خصوصا الاطفال. انت ذات نفسك لو جيت استحميت بميه سخنه في الصيف وواحد جنبك ما استحماش بميه سخنه، استحمى بميه عاديه، تمام؟ مين فيكم اللي هيقعد يعرق اكتر في الصيف؟ اللي مستحمى بميه سخنه. فعشان كده في الاطفال المفروض اللي بيجي له حمو النيل ما يستحماش بميه سخنه، يستحمى بميه العاديه بتاع الحنفيه، لان الميه السخنه ده هتزود العرق وتزود بالتالي ايه؟ حمو النيل. تمام؟ بس اربع صوب ده مش بتنفع في حاجه. اي صوب تنفع، الفكره في الصوب، الفكره في ايه؟ في التكرار، استحمى بيها كتير، تمام؟ على ميه ايه؟ بارده، ماشي؟ ممنوع الملابس الثقيله، هتشوفوا مواهب في التكليف. تلاقي الام جايه لك توريك حمو النيل، تشله في لنه، تحتها بروفر، تحتها قميص، تحتها مش عارف كذا، وحمو في الاخر اهو، تمام؟ طب ده لابس ده كله ليه؟ تقول لك خايف عليه من البرد. لو خايف عليه من البرد خلاص بقى ما تساليش على حمو النيل، هو السبب بتاع حمو النيل الملابس الثقيله دي كلها. او في امهات ثانيه ناصحه مواهب هتشوفوها. ام تعمل ايه؟ تلبس الفنانه الداخليه ضيقه قوي واللي بره فضفاض. طب اللبسات الداخليه الداخلي ده ضيق قوي كده ليه؟ تقول لك عشان يحبك صدره يا دكتور ما يجيلوش برد. طبعا الضيق قوي ده يعمل احتكاك بالجلد، ويحتكاك بالجلد ده يعمل ايه؟ يعمل لي حمو النيل. يبقى ملابس ثقيله احتكاك بالجلد، حاجه ضيقه على الجلد، ده يعمل لي حمو النيل. ماشي؟ ما بيستحماش كتير، بس بيستحمى ميه بارده على فترات قصيره بالصابونه اللي احنا كتبناها. بس كل العلاج عنده هو مين؟ الثنائي بتاع الهرش بس عشان ما يوجعش. تمام؟ الصابونه ايه؟ اي انسبتك صوت تنفع ايه؟ بتقول ايه؟ الصابونه غريبه. ممنوع احتكاك الشديد بالجلد وسط البال، دي حاجه وسط البال بس هو منظفات معلش. ما
خش بقى على كده الفكشن الاول البطايق. حد عارف البطايق بالعربي يعني ايه؟ البطايق بالعربي يعني ايه؟ اسمه بالعربي الحصب. البطايق معناها بالعربي الحصب. ليه بقول لك معناها بالعربي؟ عشان تنسى الاسم ده، عشان ما تدورش على كل معنى بالعربي. مش كل مره تروح تدور على اسمه بالعربي هو ايه. ليه؟ لو ام جات لك كده وقلت لها ابنك عنده الحصب، يا نهار ابيض ابن عنده الحصب مشكله هيموت يا دكتور. فقلنا ده عدوى بكتيريه، مش كل حاجه تقول لها معناها بالعربي. يعني اللي بتايجو العدوى البكتيريه دي نرجع كده للايام بتاع النظري، كان بيقول لك ايه؟ سيل وول فيزيكال سون رابشر اوكسيدين سيرم درايف تو فورم هاني كلر كراتس. الطفل ذات نفسه والام جايه بتقول لك ايه؟ ده الواد كان عنده حبايه هرش فيها فرشه. قصدها ايه بالحبايه؟ السيل وول فيزيكال دي هي اصلا كده كده سواء هرش فيها او ما هرش فيها سون ايه؟ رابشر. بترابشر لوحدها، لما ترابشر تطلع اللي جواها اكسيدين سيرم، السيرم ده ينشف تو فورم هاني كلر كراتس. ينشف يعني ايه؟ ده المنظر اللي احنا بنشوفه اللي هو هاني كلر كراتس. يبقى صعب يجي من الدخل في الاول كده، يعني هتكون بترابشر ويجي بالمنظر ده، هاني كلر كراتس بالمنظر ده. تمام؟ ماشي. لو جه متاخر شويه ايه اللي هيحصل؟ قال لك هاني كلر كراتس دي سيباريت تونيف انسيما، بتقع تمام لوحدها والسيب تحتها ايه؟ انسيما بالمنظر ده. يعني دي حاله جايه متاخر شويه. ليه؟ في هاني كلر كراتس ها؟ دي هاني كلر كراتس ها؟ والكراتس اللي هو زي ما بتاع ايه؟ زي ما بتاع انسيما، دي حاله ايه؟ حاله ام تايب. تمام؟ انا هاني كلر كراتس والكراتس اللي هو زي ما بتاع انسيما بالمنظر ده. حاجه مهمه جدا فيها اخر حاجه اللي هي ايه؟ فيد وزود اسكار. ما بتسيبش اي علامه وراها. دي حاجه مهمه جدا لينا. شوف الواد جاي عامل ازاي؟ اللي هو جايه بتقول لك يا دكتور والنبي اديله اي حاجه عشان ما يسيبش اي علامه في الوش وخايف على وشه والكلام ده كله. بقول لها انا هكتب لك دواء من الاخر. تمام؟ الدواء ده هتسميه من هنا مش هيسيب اي علامه في وشه، عشان كده كده انت مطمن ان ده ايه؟ فيد وزود اسكار. من الحته دي ده بالنسبه لمين؟ للامبتايجو. الامبتايجو عندنا ده بكتيريا انفكشن. يبقى العلاج عندي ايه؟ توبيكال انتيبيوتيك وسيستميك انتيبيوتيك. تمام؟ التوبيكال انتيبيوتيك هو في كلمه جديده هو اللي موجود معانا في الصفحه. توبيكال انتيبيوتيك مفيش فيه كلمه جديده اللي احنا عارفينه في اول صفحه معانا خالص. توبيكال انتيبيوتيك اللي هو الفيوزيديرم والفيوزي والحاجات دي كلها والفيوزين والكلام ده. كم مره في اليوم؟ تمام ماشي. السيستميك انتيبيوتيك ايه رايكم؟ السيستميك انتيبيوتيك ممكن ايه في الانتيبيوتيك؟ لسه هناخد الانتيبيوتيك كمان شويه. على يوم الثلاث صح؟ فا ايه السيستميك انتيبيوتيك اللي تعطوها حتى نكتبها؟ هو يا ترى جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف؟ انت عاوز جرام بوزيتيف ماشي، بس مش كل جرام بوزيتيف انتي ستاف. ما نعرف التقسيم بتاع الانتيبيوتيك، مش كل جرام بوزيتيف انتي ستاف. انا قلت لك البكتيريا بتيجي على الجلد ستاف. تمام كده؟ رحمك الله. ستاف وستريب. فعشان كده انت عاوز جرام بوزيتيف انتي ستاف. عاوز حاجه جرام بوزيتيف انتي ستاف. ممكن في حاجات كتير هنعرفها ان شاء الله في حصه الانتيبيوتيك، لكن اللي بيركزوا عليه في الجلديه هو الفيرست جنريشن كيفرسبورن. الجيل الاول في الكيفرسبورن ده اللي بيركزوا عليه قوي في الجلديه، بنجيبها كتير. ماشي؟ الجيل الاول ده لو قعدت تقرا فيه لما نيجي نشرحه ان شاء الله هقول لك بس بالاسامي التجاريه كده. حتى في عيله فيها الكوموركس وعيله فيها البونسيف وعيله فيها الديوراسيف والكوراسيف والكوبيدروكسيل والبيودروكسيل. احسن عيله فيهم هي ايه؟ عيله الديوراسيف والكوبيدروكسيل. ليه؟ لان دي سترونجست انتي ستاف فيهم. هم كلهم ينفعوا، في ناس كتير بتكتب البروسيت وناس كتير بتكتب الكوبريكس مشهور جدا. تمام؟ بس اقوى انتي ستاف فيهم هي مين؟ هي العيله دي، عيله الديوراسيف. الميزه الثانيه في العيله دي انها الوحيده الاورال فيهم اللي بتتاخد مرتين في اليوم. هتعرف ان معظم الادويه الاورال في الانتي بودي بتتاخد ثلاث مرات، لكن ده اورال هو بيتاخد مرتين في اليوم. زي مين؟ زي الدوبيكال. عشان كده ما لخبطش خالص. يبقى الجلديه مش هنخبط فيها خالص. ده حتى السيستميك انتي بودي اللي هحفظه وهكتبه عندي في الجلديه هيتاخد مرتين في اليوم. زي مين؟ زي الدوبيكال. فهمنا الكلام ده؟ سهل خالص يا عم. ماشي. الحاجه الاخيره عند التوبيكال انتيسبتيك تدي حاجات طبعا تطهر، زي البيتادين مثلا. البيتادين حلوه قوي بس بتعمل في جراحه اكتر. ففي حاجه ثانيه اسمها شنتاين فايلوت. ايه دي؟ صبغه الشنتيان، الصبغه الزرقاء دي عارفينها؟ مس. المس الازرق ده ماشي؟ ده كويس جدا بس بلاش تستعمله. ليه؟ عشان الاستجما بس اللي بيعمله، المنظر اللي بيعمله. لو محبوس في المستشفى استعمله ماشي، لكن لو استعملته على طفل مثلا راح المدرسه ولا حاجه يقول له ايه؟ ده قال يقعدوا يقلصوا عليه ويقول لك العفريت اهو ومشاكل كبيره قوي بتحصل له يعني، تعمل له عقده نفسيه. فبلاش الجنتال فايلوت برضه عشان ما تظبط.
الاحسن حاجه اللي هو بيستخدموها على طول دلوقتي كل الناس الجلديه بيكتبوها هو مين؟ مطهر البوتاسيوم برمنجنات. ده جميل جدا. بيستعمل ازاي؟ معلقتين على نص كوب ماء دافي كمادات لمده ربع ساعه برده كم مره في اليوم؟ مرتين في اليوم. بس بص طريقه استعمالهم كمادات ميه دافيه. البوتاسيوم برمنجنات بيستعمل على كمادات ميه دافيه. ايه الفكره في الميه الدافيه؟ تعمل بازو ديليتيشن كويس. هيعمل ايه البازو ديليتيشن ده عندي هنا؟ كويس جدا. هيغذي الدم، هيجيب دم كتير وخلايا مناعه كتير للمكان ده، وهيزود امتصاص الدواء اللي انت هتحطه، صح؟ ده كويس جدا خالص البازو ديليتيشن. الحاجه الثانيه انه بيعمل كاونتر ديليتيشن. اسمعوا عن الكلمه دي. ايه كاونتر ديليتيشن؟ الهاء للجهاز العصبي. الجهاز العصبي ينشغل بالميه السخنه فما يحسش بالوجع الاصلي اللي موجود بتاع الامبطايب. الطفل بيفرح اول ما يحط كاميرات الميه السخنه دي، تمام؟ ليه؟ بتعمل الهاء للجهاز العصبي ينشغل بالميه السخنه وما يحسش بالوجع الاصلي اللي موجود. ده بالنسبه لمين؟ للجمادات الميه الدافيه اللي احنا بنستعملها للبوتاسيوم برمنجنت. يبقى علاج اي بكتيريا انفكشن بندي توبيكال. ما قلتش في كلمه جديده، مقرر. سيستميك، عرفنا السيستميك انتيبوتيك بقى اللي هيمشي معايا بقى طول الجلديه. السيستميك انتيبوتيك اللي هيمشي معايا طول الجلديه اللي هو مين؟ هو الجراثيم والكوراسيم والكودروكسيل والبيودروكسين. هيتاخد كم مره في اليوم برضه؟ مرتين في اليوم عشان ما نلخبطش، تمام كده؟ ماشي. الانتي سيبتيك اللي احنا بنستعمله قلنا كفو على الكسر برمنجنات، تمام؟ جميل جدا. بيستعمل كمادات ميه دافيه كم برضه؟ كم مره في اليوم برضه؟ مرتين في اليوم. ما مش مدة في اي حاله بنستعمل ايه؟ بين البوتاسيوم برمنجنات الاول استعمله. بعد ما تسوي بعد ما تعمل كمادات البوتاسيوم برمنجنات تحط التوبيكال انتيبوتيك، تمام؟ وتستعمل السيستميك انتيبوتيك. خد الحبايه الاول خالص، ماشي؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لعلاج الامبطايب. خلاص؟ غالبا لمده اسبوع قبل الاسبوع بيتم. السيستميك انتيبوتيك ده اللي هو انا قلت لك ان هو في انتيبوتيك كتير قوي بتتكتب، وهنعرف بقى التقسيم، هنعرف ايه اللي ممكن نكتبه. لو قلت لنا هنكتبه الحاجات دي كلها ممكن نكتب عادي وهنعرفهم ان شاء الله. اي جرام بوزيتيف انت ستاف انتيبوتيك ينفع، بس بقول لك ركزوا على مين؟ على الفيرست جنريشن في البدايه، ماشي؟ ترياسس الفا، دي سايلنت ترياسس الفا. الفا يعني ايه؟ ابيض، صح؟ ده ترياسس يعني ايه؟ ترياسس لا ده البرس كارد اللي قصدك عليه. ترياسس، ترياسس كلمة ترياسس معناها ايه؟ ناشفة. ترياسس. طب كويس محدش غلط فيها، لأن في ناس بتغلط وتقول على الترياسس ايه؟ تانية. يقول لك الترياسس تانية، لا. ترياسس معناها تانية خالص. ترياسس دي كلمة لاتيني بتساوي بالإنجليزي سكيلز، أشبه. كلمة ترياسس يعني أشبه. ده كل المعنى بتاع ترياسس. أشبه. القشرة دي تقول لك عاملة زي اللي باقي من المنخل، المنخل بعد ما المنخل في قشرة كده على المنخل من فوق، فعشان كده سموها النخالة. القشرة الفضة دي بيسموها النخالة، تمام؟ فعشان كده سموا دي النخالة البيضاء، ترياسس صلبة، ترياسس برسال، ترياسس روزية، النخالة الوردية، خدتوا بالكم؟ ترياسس معناها النخالة، ماشي؟ مش معناها تانية خالص. الترياسس صلبة لونها أبيض طالعة بيضاء كده بتصهر في الوش، إيه السبب فيها؟ مش تانية خالص، مش فانجر انفكشن خالص. قال لك ممكن تكون بارازيتك انفكشن، ممكن تكون فيتامين ديفشنسي، ممكن تكون الرجي. السي عليها خالص. ففي ثلاث نظريات للترياسس الفا، تمام؟ طب اي نظريه فيهم؟ ما اعرفش. قال لك ممكن الثلاثه يبقوا موجودين. فعشان كده لما تيجي تبص لوش الواد ما تقعدش بقى تقول ده انت شكلك كده ايه بارازيتك، لا ده انت شكلك كده فيتامين ديفشنسي، لا ده انت شكلك حساسيه، لا بنعالج على اساس ان الثلاثه موجودين. في اي حاله ترياسس الفا نقول له يعمل تحليل براز ونعالج البيضه اللي موجوده. ياخد مالتي فيتامين عشان لو هي فيتامين الشمسي، تمام؟ وندي علاج ايه؟ الحساسيه، تمام كده؟ اي حاله ترياسس الفا هنتعامل على اساس ان الثلاث نظريات موجودين. هيعمل تحليل براز عشان البارازيتك انفكشن، شوف البيضه اللي موجوده ويعالجها. مالتي فيتامين، ياخد مالتي فيتامين، اي مالتي فيتامين بقى تحفظه المشهور قوي انك تبقى زي الهالو رانج سيرم، ده بيتاخد معلقه قبل الغداء، او الهاي بوتنسي كبسول، ده كبسوله بعد الغداء يوميا مره واحده في اليوم، او اي او بنقول ان هو ممكن تكون حساسيه درماتيتس، يعني في العلاج بتاع الدرماتيتس هو اهم حاجه اللي هو مين؟ دوبل كوستيرويد بس. هو ده نظريات، يعني نظريات قال لك لا ده مالهاش علاقه بالفيتامينات خالص. فاحنا بندي ايه؟ بنتعامل اساسا النظريه موجوده، خلاص؟
معلقه هي 5 سم. معلقه يعني 5 سم، سبب هم معلقه اي حته يعني 5 سم، تمام؟ ماشي. يبقى العلاج عندي عامل ازاي؟ ثلاث حاجات دول بعالج الثلاث مغريات دول. بس خلي بالك في الدرماتايتس بنعالج الجلد بس توبيكال كورتيكوسترويد. هل يا ترى في ايه توبيكال انتيبيوتيك؟ مش محتاجه في حاجه، تمام؟ هو هيحصل سكند بكتيريا ما فيش فيه ولا حاجه، محتاج الانتي هيستامينك اللي فيها هرش فيهاش هرش ولا سوزك ولا حتى الكاروتينيد بيقول لك الاي اصلا مش محتاج كاروتينيد. خدت بالكم؟ فعشان كده بنكتب بس مين؟ توبيكال كورتيكوسترويد بس، يعني زي مين مثلا كده؟ البيتاديرم ينفع؟ لا. ده ايه؟ فيس ممنوع الفيس اللي معاك اللي سمعت بس هو البيردير الديرم التوب هو الديرم. تيجي من الفيس بس. اه انا اعرف دلوقتي برضه حاجات ثانيه. سيبكم لسه ماشي؟ يبقى قلنا ان هنكتبه بس اللي هو مين؟ هنسجل تحليل الامراض مالتي فيتامين وياخد توبيكال كورتيكوسترويد بس. مين هنا بيجي له هيربس سامبلز؟ مين هنا بيجي له هيربس سامبلز؟ كويس في ناس مجموعه كبيره خالص ماشي. الهيربس سامبلز يا جماعه ده فايرال انفكشن خدنا كده الفرق ما بينه وبين الامبتايجو لو فاكرين الكلام بتاع النظري بقى فاكرين الجدول بتاع النظري بيقعد يقول لك ايه ده فايرال انفكشن ده بكتيريا انفكشن ده الفيزيكال هنا نظيفه ده الفيزيكال هنا ايه بقى بص مش عارف ايه والكلام ده بص والكلام ده كله ده قريب من الليب مارج وده بعيد عن الليب مارج وفروقات كلها ملهاش لازمه في الاخر لان الهربس سيمبلكس لما واحد يقول لك بتجيلي بعد كل دور برد ده هيكون امبتايجو ولا هربس؟ لما بتجيله على طول بتيجي بعد دور البرد ده غالبا ايه؟ هربس مش امبتايجو. الهربس بيجي لما المناعه تقل في المكان ده. ده فيروس جبان جدا، ضعيف جدا. بيجي لما المناعه تقل في المكان ده بعد دور برد مثلا او بعد ما تعرض للشمس لفتره طويله. يعني بيجي كتير قوي للناس اللي بتروح المصيف، راح المصيف ورجع جيب المنظر ده. ده حاله ايه؟ هربس سامبلكس. بيجي لما المناعه تقل في المكان ده نتيجه دور برد او تعرض للشمس في المكان ده تعرض للشمس لفتره طويله. تمام؟ ايه علاج الهربس سامبلكس؟ ندي مثلا اللي هو مين؟ سايكلوفير كريم تمام؟ هاز نو رول وانس ان الفيزيكال ظهرت ملوش لازمه ولو اديته العيان يقول لك ما هو مرمى عندي في البيت ده حطه ما يعملش حاجه تمام؟ طب ايه الفكره في السايكلوفير؟ لا توبيكال ولا سيستمك تستعمل في الحاله دي ليه؟ الفيزيكالز دي وانس انها ظهرت ما فيهاش فيروس اصلا ليه؟ الفيروس بتكون ضعيف جدا جبان جدا بيهجم لما المناعه تقل ساعه ما يهجم يعمل ايه؟ يعمل الفيزيكالز دي هو عارف ان هو طالما عمل الفيزيكال ان المناعه هيشوفه ولا مش هيشوفه؟ هيشوفه وبيعمل الفيزيكالز وبيهرب بسرعه في حته ما فيهاش مناعه اللي هي الجانجل العصبيه اللي موجوده عندي هنا في حته ما فيهاش مناعه خالص ما اقدرش حاجه توصل لها خالص تمام؟ اللي هي الحته دي اللي هي الجانجل العصبيه اللي موجوده عندي هنا فعشان كده ايه؟ الفيزيكال اللي انت شايفها دي فيها فيروس الانتي فايرال بتاع تحطه له لازمه مش هيعمل حاجه لان ما فيهوش اصلا ايه؟ ما فيهوش فيروس. امال امتى السايكولوجي يجيب نتيجه؟ قبل ما الفيزيكال تظهر. طب هو هيعرف قبل ما الفيزيكال تظهر؟ اه بيعرف. اللي عندهم بيجي لهم الهربس سامبلكس ده فعلا بيعرف بيحس بيها ازاي؟ بيحس بيرنينج او تنجلينج او هايبر اسيسيا بيرنينج تنجلينج هايبر اسيسيا في المكان اللي هيظهر فيه الفيزيكلز فيو اورز تو فيو دايز قبل ما تظهر. تاني كده يقول لك حاسس بحرقان او شكشكه في المكان اللي هيظهر فيه الفيزيكلز تمام حرقان او تنميل في المكان اللي بيظهر فيه الفيزيكلز تاني او تالت يوم بقول لك فيو اور فيو دايز غالبا تبقى فيو دايز ممكن اليوم اللي قبلها يومين اللي قبلها ثلاث ايام اللي قبلها تمام قبل ما يظهر الفيزيكال خالص ساعه ما يحس الاحساس ده ياخد مين؟ ياخد الاسايكلوفير كريم بتاعه الاسايكلوفير كريم ده كريم ب 4 جنيه بيتاخد كم مره في اليوم؟ خلي بالكم ان ده الوحيد الانتي فايرال اللي جبنا سيرته النهارده طالما الوحيد الانتي فايرال اللي معليه العين ولا لا؟ علي العيني بتاخد كم مره في اليوم؟ خمس مرات في اليوم. التوبيكال والسيستمك عشان ما تلخبطش. يبقى حتى السيستمك انتي فايرال بيتاخد كم مره في اليوم؟ برضه بيتاخد خمس مرات في اليوم. يبقى طالما ده الوحيد الانتي فايرال اللي جبنا سيرته النهارده فعشان كده هيتاخد خمس مرات في اليوم سواء كان توبيكال او سيستم. هيندهك امتى؟ قبل ما يحصل تربشن لو حاسس بحرقان قبلها بيوم بيرنينج تنجل هاي اسيزيا فيو اور فيو دايز تمام؟ طب هو جاي لي بالهربس سيمبلكس دلوقتي الحل نعمل ايه؟ هديله سايكولوفير بس قول له المره اللي جايه عشان ما يجيلكش بعد كده ساعه ما تحس الاحساس ده بقت حلو لكن حاليا الفيزيكلز اللي موجوده دي ممكن نكتب ايه؟ اكتب له توبيكال انتي بوتيك مثلا عشان ما يحصلش سكند بكتيريا انفكشن مفيش سيستمك هنا يا جماعه ما كتبش سيستمك انا كاتب في الحاله دي ايه؟ توبيكال بس انا قلت لك بس افتكر ان السيستمك كمان بيتاخد مره في اليوم خمس مرات في اليوم لكن هنا الانتي فايرال
ملوش اصلا لازمه خالص. تمام، انا بكتبه للمره الجايه بكتب التوبيكال بس ما فيش السيستمك. خلاص الفكره بس في العلاج ان هو التليفون هو اللي هيجيب نتيجه، بس امتى؟ المره الجايه قبل ما يصل ايه، قبل ما يصل حبيب الملايين البوب الكبير اللي هو التشيكن بوكس. اسمه بالعربي التشيكن بوكس المديري المائي. ليه قلت لك اسمه بالعربي؟ عشان الام بتسمع اسم المديري المائي ده وهي جايه بتسمعه بجدري، فتقول لك يا دكتور هو ده الجدري؟ ابنها ناصر بقى يخش على جوجل يكتب الجدري يقول لها الجدري ده مرض مميت مش عارف كذا كذا كذا، وابنك هيموت في الاخر والكلام ده، وبتقول جايه القاهره بالنسبه لك ولا ده اسمه الجديري المائي، ده مرض سيلف ليميت، يعني لو ما اديتوش علاج خالص هيخف لوحده مش مميت ولا حاجه، بس لازم نديله علاج وهنعرف ايه العلاج دلوقتي ونعرف لازم تديله علاج ليه. تمام، اللي تشيكن بوكس ده مرض مشهور جدا وفيه كتير قوي الناس اللي اشتغلوا تكليف، بيشتغلوا تكليف هتشوفوه كتير قوي. اللي تشيكن بوكس التعريف بتاعه والتشخيص بتاعه بالجمله دي فيزيكال اون سيمتوس بيز، فيزيكال اون سيمتوس بيز، هو غالبا مش فيزيكال بس ده هو بالمورفيك اربشن، يعني ايه؟ هتلاقي الفيزيكال، هتلاقي البابيول، هتلاقي البستيول، بس الموست كومن هي مين؟ الفيزيكال، عشان كده اكتبها لك. يبقى في حبايه سواء بقى حبايه دي فيزيكال بابيول بستيول، المهم الحبايه دي على ايه؟ على ارسيم تصفيز، على قاعده حمراء بالمنظر ده. في حبايه موجوده مثلا دي فيزيكال اهي اون ارسيم تصفيز، فيزيكال اهي اون ارسيم تصفيز، بابيول اهي اون ارسيم تصفيز، بابيول اهي اون ارسيم تصفيز، بستيول اهي اون ارسيم تصفيز، تمام؟ فيزيكال اهي اون ارسيم تصفيز، يبقى حبايه طالعه عالي سواء بابيول او فيزيكال او بستيول، بس اهم حاجه القعده بتاعها البيز بتاعها ايه؟ نحمر بالمنظر ده. اول سؤال تقول انا ممكن الخبط ما بينه وما بين درماتايتس في الاول كده، في ناس بتقول لك انا ممكن الخبط ما بينه وما بين الدرماتايتس، هتقول لي الدرماتايتس كان فيه فيزيكلز وكان فيه ايريزيما ولا لا؟ كان فيه ايريزيما وكان فيه فيزيكل، بس الايريزيما اللي في الدرماتايتس محاوطه البابيولز بس كده او الفيزيكلز بس كده، ده الايريزيما هنا محاوطه بس الفيزيكل، تمام كده؟ يبقى ده درماتايتس؟ لا مش درماتايتس. ليه؟ الموست كومن انك بتلخبط ما بينه وما بين البابيولار ارتكاري، ده الموست كومن بتلخبط ما بينهم الاثنين. ايه الفرق بين الاثنين؟ ديستريبيوشن، كلمه واحده هي ديستريبيوشن، المكان ده سنترال ديستريبيوشن، يعني اول ما بيظهر بيظهر في الوش في الترانك، تمام، في النك، خلاص، وبعد كده ممكن ينتشر للجسم كله، بس ظهر فين؟ ظهر سنترال الاول، سنترال ديستريبيوشن. لكن البابيولار ارتكاريا كانت بتيجي فين؟ في ايديه ورجليه، في الاطراف، بريفرال ديستريبيوشن، تيجي في الاطراف في ايديه ورجليه. كانت البابيولز برضه بيقعدوا يقولوا مش فيها خلايا محمره هي كمان، تلاقي الارضيه بتاعها محمره تيجي تنهارش والكلام ده واتلغى، تمام؟ لا ده بريفرال ديستريبيوشن اللي هي البابيولار ارتكاريا اللي قلناها في الاول، ده بريفرال ديستريبيوشن، تمام؟ في ايديه ورجليه. لكن ده سنترال ديستريبيوشن تيجي في وش والابت والترانك، وغالبا كان يبقى عنده مثلا دور سخونيه او دور لوز، تمام ماشي، قبلها بفتره. ده بالنسبه لمين؟ للتشيكن بوكس. علاج التشيكن بوكس ما فيهوش كلمه جديده، خلاص بقى ما فيش ادويه خاصه. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن فيروس ضعيف جدا جبان جدا برضه، بيعمل ايه؟ بيهجم لما المناعه تقل. قلت لك اصلا هتلاقي عنده دور ايه؟ دور اللي هو قديم ولا دور ايه؟ فرنجايتس قديم، خلاص؟ والسخونيه ممكن تلاقي لسه موجوده لحد دلوقتي. الفكره ان المناعه لما قلت هجم عمال الفيزيكلز بالمنظر ده. ساعه ما بيعمل الفيزيكلز برضه اول ما بيعملها بيعمل ايه؟ بيهرب في حته ما فيهاش مناعه. يعني له لازمه الانتي فايرال سواء توبيكال او سيستميك له لازمه؟ ملوش لازمه. ليه؟ الفيزيكلز اللي موجوده قدامي دي خلاص ما بعتش فيها الفيروس، ملوش لازمه تكتب الانتي فيروس، تمام؟ امال هنكتب ايه؟ انا خايف الفيزيكلز دي ده يحصل عليها منها كتير قوي كده، يحصل عليها سكندري بكتيريال انفكشن، خصوصا عيل صغير ممكن يورش فيها والكلام ده كله، فخايف من سكندري بكتيريال انفكشن، عشان كده بكتب الثنائي بتاع الانتي بيوتيك اللي هو توبيكال انتي بيوتيك وسيستميك انتي بيوتيك. يبقى عشان خايف من البكتيريا والفيزيكلز كتيره في الجسم كله، خايف من البكتيريا، كتبت الثنائي بتاع الانتي بيوتيك اللي هو توبيكال انتي بيوتيك وسيستميك انتي بيوتيك. الحاجه الثانيه الفيزيكلز دي خايف منها برضه من الهرش، ان الطفل يهرش فيها، لانه لو هرش فيها بيحصل بيرمننت سكار، سكار علامه هتفضل موجوده ممكن سنين قدام، فعشان كده انا عاوز امنع السكارز دي، عاوز امنع ان هو يهرش من الاول. يلا يا جماعه سمعت كلمه هرش بقد مين؟ الثنائي بتاع الهرش اللي هو الانتي هيستامينيك والسوزن. في كلمه كده في العلاج، خاصه لو جديد
الفكره كلها في ايه؟ انا خايف من حاجتين، خايف لا يحصل سكندري بكتيريا انفكشن دي الثنائي بتاع الانتي بودي، خايف من الهرش يحصل سكار دي الثنائي عندي بتاع الهرش. واقول للام تستمر الدهانات حتى ما الخروف تقشر والقش يقع لوحده من غير ما انا شافها. يعني ايه؟ كلها تقدر تستعمل الدهانات دي. بعد فتره كده يوم ولا يومين ولا حاجه تلاقي الحبوب قشرت، ماشي؟ لما الحبوب تقشر ما تشيليش القش وتوقف الدهان، تقول لك ده قشرت خلاص كده وايه؟ مش لازم العلاج، لا. تقول لها ما تقشرش خالص، تمام؟ لو شالت القش ايه اللي هيحصل برضه؟ بيرمننت سكار. دي المشكله. عشان كده ما تشيلش القش، تفضل تحط الدهانات دي لحد ما القش يقع لوحده غير ما انا شايفه. لو شلت القش هيحصل برضه بيرمننت سكار. تمام كده؟ ماشي. الحاجه الثانيه احنا الطفل ده قلنا ممنوع الهرش. طب تقول لك ايه نظام الحومه يستحمى ولا ما يستحماش؟ اصل انا سمعت ان اسمه جدير المائي فالطفل ممنوع عنه الميه، الكلام ده صح يا دكتور؟ قلنا الفكره مش في الميه. احنا بنقول ان هو ما يستحماش عشان تاكدين مثلا منظفات الصابون او الليفه الخشنه انه ما يجي يستعملها تبقى اريتيتنج ولا لا؟ اريتيتنج على الديسك الديب هيهرش، تمام؟ لكن لو عاوزه تحميه حبيب ميه ايه؟ بس شفت الفكره جايه ازاي؟ يبقى هو الجدير المائي لا مش ممنوع عنه الميه ولا حاجه، لا هي الفكره كلها ان هو مش عاوزين نحميه مثلا من صابون او ليفه خشنه عشان ما يهرش، ممكن نحميه ميه بس. الحاجه الثالثه اللي خايف منها فيلد تشيكن بوكس هي ايه؟ انا قلت خايف من البكتيريا دي الثنائيه بتاع الانتيبيوتيك، خايف من القرش دي الثنائيه بتاع القرش، العدوى دي رقم ثلاثه. العدوى عندي هنا عن طريق النفس مش طريق جلد، يبقى طريق جلد بس، لا ده عن طريق النفس. فعشان كده الحاله دي بنشوفها كتير قوي. طفل اتعدى هيروح الفصل في المدرسه يقعد كل اللي في الفصل، كل واحد فيهم يروح البيت يقعد اخواته، ينزل الشارع يلعب اللي على الشارع يقعد ايه؟ اللي في الشارع. فانت بتعرفها كده بتيجي او البريكس كده وانت قاعد في الوحده الصحيه بتاعتك، تعرف ان القريه طالما جت في حاله فيها تشيك البوكس النهارده، تعرف ان بكره هيجي لك 20 حاله بعض وهكذا، حالات بتيجي كتير قوي. تمام؟ فعشان كده بنقول ان الطفل ده ما يروحش المدرسه، ما يختلطش خالص بالاطفال الصغيرين، ما يروحش المدرسه او ما يروحش الحضانه او ما يختلطش خالص بالاطفال الصغيرين لمده اسبوع. اخوان انفكتيفيتي بيريد، انا صغير كلهم اخواتهم مش اخواته، الانفكتيفيتي بيريد بتاعته اسبوع قبل ما يحصل الاربشن واسبوع بعد ما حصل الاربشن، اسبوع قبل الفيزيكال واسبوع بعد الفيزيكال، ده انفكتيفيتي بيريد. هو مش هتعرف قبل ما حصل الاربشن، خلاص اللي حصل حصل عدا الاعداء، لكن بعد ما ظهرت الفيزيكال المفروض تعمل ايه؟ تمنعه لمده اسبوع، فتكتب كده اجازه لمده اسبوع، تمام؟ من المدرسه او الحضانه او الاختلاط خالص مع الاطفال الصغيرين. طب وبالنسبه للادلت يقعد معاهم عادي؟ قلت لك ده فيروس جبان جدا، هيجي على المناعه بتاع الادلت هيعرف يتصرف؟ مش هيعرف يعمل معاه حاجه، الطفل مناعته قليله، لكن الادلت مناعته كويسه جدا، خلاص؟ عمر ما يجي على الادلت يعمل معاهم حاجه، طالما المناعه كويسه بتاع الادلت، تمام؟ ماشي. لكن ما يشوفش واحده حامل، ايه المشكله في الحوامل؟ مش هيأثر عليها هي، هيأثر على مين؟ على الجنين، تمام؟ بيعمل في الجنين ممكن يعمل ابورشن او كونجيتا مورفوميشن. فيروس هايف زي رهاب جبان زي ده بيعمل في الحامل يا اما ابورشن يسقطها او يعمل كونجيتا مورفوميشن. تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه ل الحاجه الثالثه اللي خايف منها اللي هي العدوى عن طريق النفس. يبقى الشيكن بوكس ثلاث كلمات، بكتيريا، هرش، عدوى، تمام؟ بكتيريا السنه بتاع الانتيبيوتيك، هرش السنه بتاع الهرش، عدوى اديته اجازه اسبوع ما يدخلش الاطفال ولا بالحوامل ولا الكلام من ده، ماشي؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للشيكن بوكس. في واحد تقريبا بيقول جاله الشيكن بوكس. احنا قلنا طالما المناعه ايه؟ مناعته كويسه. يعني هو بيحصل في الادلت بيجي في الادلت، في حالات الادلت جالها تشيكن بوكس، بس الفكره الطبيعي ان هو ما بيأثرش في الادلت لان المناعه كويسه، تمام؟ ادي حاله رير حاله رير، يعني هو بيجي في الادلت بيجي في حالات فعلا سجلناها في الادلت، ماشي؟ لكن هو الاساسي بتاعه ان هو ما يكترش في الاطفال، خلاص؟ هنعرف بيجي له ايه تاني دلوقتي؟ لو جه تاني مره بيجي بيعمل ايه؟ هيربس سيستم، تمام؟ يعني ما اقولش ان انا كنت جيت مفروميشن بيظهر عليها مثلا تشيكن بوكس كرزيز ولا مش هيظهر عليها اي ولا هيحصل لها اي حاجه لوحده كده هيحصل كونجيت ابورشن او كونجيت مفروميشن مش هيأثر قلنا على القدر صح؟ هيأثر على الجنين ذات نفسه يعني لو في مثلا فاميلي فيها واحده برينت تخليها تعمل بعد كده المفروض تبعد خالص ما تشوفوش تمام؟ انا لما كنت لسه امتياز قدكم لسه داخل كده قسم الجلدان الامتياز كله كنت وظيفه الجلديه لسه داخل كده لقيت في دكتوره لابسه ايه؟ ماسك تمام؟ والباقي كله ما حدش فيهم لابس حتى جوانتي. ده مش معنى دي اللي يعني نظيفه قوي كده ولابسه ماسك والكلام ده، عرفت بعد كده انها كانت ايه؟ بريجننت. خايفه منين؟
من الشيكن بوكس بيجوا كتير قوي تمام؟ حتى لو جالها الفكرة مش فيها هي الفكرة في الجديد ماشي؟ اه بس هو مش أصر عليها هي بس يعني لو قوموا لك اه بس المسك يعني لو في حالة اه لو في حالة مش اه فعلا ممكن تلبس مسك بالظبط ممكن تلبس ماسك في حاجات زي التطعيم كده بتاع الناس عارفهم تقريبا في تطعيم فيها او حاجه شبه باكسين كده بيتاخد ماشي لو في حاله زي دي خلاص التشيكن بوكس يا جماعه الفيروس اللي بيعمل لي التشيكن بوكس وهو صغير هو هو اللي بيعمل الهيربس زوستر وهو كبير خلاص خمس دقايق بالظبط وهاخد الرسم ماشي بس المفروض ان احنا لسه بدري عن كده بس اسئلتكم هي اللي بتطول الموضوع شويه خلاص تلوش يعني الهيربس زوستر الفيروس قلت لك هجم عمل لي مين بيزكس دي ساعة ما يعمل الفيروس قلت لك بيهرب بسرعة لأن ده فيروس جبان، بيهرب في حتة ما فيهاش مناعة. الحتة اللي في الجسم اللي ما فيهاش مناعة هو الجهاز العصبي. فبيروح على الجانجلون العصبية بتاع الجهاز العصبي غالباً بيروح من الدورزال روت جانجلون بتاعة الانتركوستال نيرفس. بيروح يتخبي في الدورزال روت جانجلون بتاعة الانتركوستال نيرفس اللي موجودة ما بين الدروق. تمام؟ يفضل مستخبي هناك لحد ما المناعة تقل تاني. أنا قلت لك هو بيهجم المناعة تقل. مناعة الطفل كل يوم ايه؟ بتزيد لحد ما يبقى عضلة المناعة ثابتة عندي كبيرة. المناعة تبدأ تقل تاني امتى؟ في الأولد إيدج خدناها في البابليك أيام زمان الله يرحمها كنا قلنا ايه؟ المناعة بتقل في الإكستريميتيز أوف الإيدج تمام؟ ده بالنسبة للمناعة. فيستنى تاني لما المناعة تقل في الأولد إيدج ممكن يظهر بعد 50 سنة مستخبي في المكان ده مستني بس المناعة ايه؟ أما تقل. ثم بيهجم في المكان اللي عليه ذات نفسه بيهاجم العصب اللي أنت بتقص اللي هو مش عليه. بيهاجم العصب اللي هو واقف عليه تمام ده انا بقالي 50 سنه في المكان ده فيروح يهاجم العصب اللي موجود ده يعمل سيفير بين اسمه الحزام الناري هيربس زوستر معناها ايه بالعربي الحزام الناري لانه بيروح يهاجم العصب ده نص حزام من النار كده موجود حزام الناري تمام كده ويفتكر انه محاضره النهارده محاضره جلديه مش محاضره اعصاب لا انا ماليش دعوه بالاعصاب ده انا هطلع كمان على مين هطلع على الجلد يروح في الجلد برضه اللي فوق العصب بس فبنلاقي كده قط على مسار العصب كده حزام كده على مسار العصب ده اللي فيه الليجن عندي ده بالليجن عامله ازاي؟ نفس الليجن اللي هو كان عاملها وهو صغير فاكرين الليجن كانت عامله ازاي؟ فيزيكال بابيول باستيول اون ارسيو تسبيس نفس النظام اهو بابيول باستيول اون ارسيو تسبيس بس على مسار ايه بقى؟ على مسار العصب بالمنظر ده على مسار العصب بالمنظر ده تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ تعريف الهربس زوستر يبقى الهربس زوستر هو نفس البايت بس عشان بقاله 50 سنه في المكان ده اول ما هاجم لتاني مره هاجم على العصب نفسه عمل لي سيفير بين اسمه الحزام الناري بعد كده يطلع على الجلد يعمل لي نفس النيجر اللي هو كان عامله وهو صغير اللي هي بيزكل وبيول وبسيول وانا ارسم تثبيت بس على مسار العصب هو بيبقى يونيلاترال يا اما واحده على العصب بيزكل وانا ارسم تثبيت يونيلاترال تمام سيفير بين لخلايا الزنار بوجع جامد على مسار العصب ده الوجع بتاع الهربس زوستر بيقول لك ممكن يكون شوك لايك اور تانيا فيرنينج فينوس هايبرتنشن يعني في اوجاع شفناها الهربس زوستر الراجل كان داخل الطوارئ بيخبط في الجدار من كتر الوجع جاي كده صوت جامد لما الناس كلها حواليه تمام وجاي كده بيخبط في الجدار من كتر الوجع بيهز شوك لايك جاي بيقول لك كده بيقول لك انا حاسس ان في كروبات كهرباء قاعد يخبط فيا شوك لايك صدمه كهربائيه اور كونتينوس بيرنينج فينوس هايبرتنشن مفيش وجع خالص غير حاسس بحرقان كده على مسار العصب والهايبر الجيزي يعني بقول لك مش طايق الهدوم مثلا اللي عليه مش طايق الهدوم في المكان ده تمام اللمس يعمل وجع هايبر الجيزي ده معنى هايبر الجيزي ماشي ده اللي بيحصل وده غالبا اللي بنشوفه بيرنينج بين كونتينوس بيرنينج بين حاسس بحرقان على مسار العصب تمام والهايبر الجيزي مش طايق الهدوم في المكان ده خلاص نادرا ما بنشوف الشوك لايك دي طبيعي بيكون جاله عشان كده بيبيص في هاد تشيكن بوكس جاله تشيكن بوكس وهو صغير هتساله هو فعلا كاري وهو صغير تمام ثلاثي الهيموتوز على فكره 50% 50% هو نص حالات الهيربس زوستر بتيجي فين؟ في ثلاثي الهيموتوز بيبقى مستخبي عندي في الدورز الروب جانجو بتاع الانتركوستال نيرفز تمام؟ تو سيرفز اوف بيشنت ويز هيربس زوستر ار اوفر ايج اوف 50 سنه تلتين الحالات جايه فوق سن كام يا جماعه؟ 50 سنه بمعنى اللي تاني خدت بالكم؟ انكومن ان شيلدرن صعبين في الاطفال ريكارنت عندي برضه نادر جدا لو حد جاله هربس زوستر ان هو يجيله تاني 5% بس ان هو حد جاله هربس زوستر يجيله تاني خلاص الهربس زوستر المفروض حاله زي دي تحولها لمرض جلدي لان الحاله تبقى صعبه والوقت والشده بتاعها غاليه يعني الشده ممكن توصل 250 300 جنيه حاله زي دي
فانت واحد جاي لك الواحده الصحيه مثلا دفع تذكره بجنيه ورابع ولا جالك الطوارئ دفع تذكره بجنيه ورابع المفروض ايه تحولها اكتر يعني لو كنت له ده ب 300 جنيه مش هعرف اروح اجيبه يعني فانت كبرنا الموضوع قول له روح للدكتور الجلديه لان الحاله دي كذا 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 ولا تروح للدكتور الجلديه والكلام ده او لو حد عارفه الحاجه تكتب له روشته ايه الفكره في روشته هنا ده فايرال انفكشن بس برضه خايف من سكندري بكتيريا انفكشن فديت برضه توبيكال انتيبيوتيك وسيستميك انتيبيوتيك وتوبيكال انتيسبتيك كمان عشان ما يحصلش سكندري بكتيريا انفكشن تمام في وجع موجود ادي مسكن انا جزء مثلا كده في لاب تمام كده لكن هنا بقى لازم ندي مين سيستميك انتيبايت الحاله دي الفيروس اتجنن وهجم على ايه على عصب نفسه فانا بدي هنا السيستميك انتيبايرال عشان العصب مش عشان الفيروس عشان الحق العصب والدمر اكتر من كده ده كل الفكره تمام كده يبقى السيستميك انتيبايرال اديته مش عشان الكوتينيس انفيكشن لا ده عشان العصب اللي جوه قبل ما يتدمر فبدي سيستميك انتيبايرال اللي هو الاسيكلوفير باعلى تركيز موجود اللي هو تركيز 800 في تركيز 200 اسيكلوفير 200 اسيكلوفير 400 واسيكلوفير 800 في حاله زي دي لازم تدي اسيكلوفير 800 تمام الاسيكلوفير 800 علبه 35 حبايه ب 98 جنيه ده اول 100 جنيه تمام كده بيتاخد ازاي الاسيكلوفير يا جماعه كم مره في اليوم خمس مرات في اليوم سواء توبيكال او سيستميك ده يتاخد خمس مرات او في اليوم ماشي لمده قد ايه لمده 7 ايام 5 في 7 بكام 35 نص موجودين بالعدد انت فهمت الحته دي يبقى هو 35 حبايه هيتاخد هو خمس حبات في اليوم لمده ايه لمده 7 ايام ده بالنسبه للسيستميك انتيبايرال اللي عندنا وندي بقى حاجات تحسن العصب اللي اتدمر ده الفكره في العصب اللي اتدمر مش يمين الجلد خالص يمين العصب فعشان كده بندي بقى هرمون كونان في ناس بتحوله مقوى اعصاب عصبيه تمام وفي ناس بقى بتدي له حاجات بقى محسنات الاعصاب زي الكابتن 300 بياخد الكابتن 300 قرص في اليوم لمده شهرين في ناس بتدي له الحقن بتاع الاعصاب الحقن بتاع الاعصاب اللي هي دي موبيت والحاجات دي كلها بيكتبوها وبيجيب له نتيجه حلوه ايه في الاعصاب ماشي الكابتن ده برضه حاجه جابها بنتين برضه حاجات ايه للاعصاب وكده يعني ماشي الكابتن ال10 حبايات فيه ب 20 جنيه هو بياخد كورس في اليوم لمده شهرين لو حطيت له الكورس بتاع العلاج ده 120 جنيه جابتن بس 120 جنيه جابتن و100 جنيه اصل الكلوفير والباقي ده كله هيوصل له قد ايه؟ هيوصل له 250 300 جنيه فعشان كده المفروض تكبر له الحاله وقول له لازم ياخد الدكتور جلديه تمام؟ هو الفكره انه مش فكره سيلف ليمت الفكره ان هو لازم يتعالج بسرعه يتلحق بسرعه قبل ما العصب يتدمر لان المشكله هو سيلف ليمت وهيخف كل حاجه والجلد اللي صابت في الجلد هتروح بس هيحصل حاجه اسمها بوست هيربيتيك نيورولوجيا وده اخطر كومبليكيشن من الهربس زوستر خلاص هيروح بس المشكله في العصب ده هيقعد يوجعه سنين قدام تمام دكتور ممكن اديله باثيل بيت اي حاجه اه تمام اي حاجه العصب طب ممكن يحصل يعمل ايه يعني الطفل يعمله تشيكن بوكس يعني ايه صعبه شويه مش فاهم بس هو العدوى هنا عن طريق اللمس مش عن طريق الدروب يا لو الطفل بقى راح لاقي في الجرح بتاعه راح لاقي في مش عن طريق النفس لا العدوى عن طريق النفس بس مين في التشيكن بوكس تمام اخر شريحه لو كنت عشان ناخد الرسه يا جماعه اللي هي ترياسيس روزيا حد يقول لي ترياسيس يعني ايه يا جماعه النخاله اللي هي القشره روزيا يعني ايه الورديه النخاله الورديه النخاله الورديه ايه اللي بيحصل فجأة مرة كده على جسمك زي الارتكاريا بالظبط كده ايه بقع محمر اللي ظهرت على الجسم زي الارتكاريا كده صادم اكسبلوسيف انسيت مرة واحدة كده على الجسم ظهرت بقع محمرة وقاعد يهرش فيها زي الارتكاريا بالظبط بس الارتكاريا كانت الليجن بتختفي ويظهر واحدة تانية جنبها لكن هنا الليجن ايه؟ تكسر ثابتة في مكانها ما بتختفيش طب واحدة واحدة كده انت قلت لي في بقع محمرة ظهرت على الجسم وقاعد يهرش فيها دور لي في البقعة كده على أكبر بقعة فيهم البقعة الكبيرة الواضحة فيهم هتلاقي المنظر ده موجود الليجن دي موجود فاكرين الليجن دي كان اسمها ايه؟ هيرالد باتش الفكره ايام النظري بقى الليجن دي كان اسمها هيرالد باتش من اللي مالناش دعوه بالاسم مش هيفيدنا بحاجه الفكره ان في ليجن موجود عندنا بالمنظر ده الليجن دي عامله ازاي؟ الاحمرار اكتر بره واللون اللي جوه قريب من الجلد فترتيبها كده من جوه لبره سكن سكيلز في قشر كده موجود لان اسمها ترياتس ترياتس يعني ايه؟ قشره تمام؟ وإرسيمة من بره كده المنظر ده سكن سكيلز إرسيمة دي الهرب دي بقى عبارة عن إيه بقعة من جوه لبره كده اللون اللي جوه قريب من لون الجلد سكن وبعد كده في سكيلز قشر موجود وبعد كده في إرسيمة الاحمرار أكتر من مرة بالمنظر ده سكن سكيلز موجودة والاحمرار أكتر من مرة بالمنظر ده القشر اللي موجود ده لو قلنا في قشر موجود عشان اسمها ترياتس يعني في قشر موجود القشر اللي موجود ده
واحده زميلتكم في المنصوره في الجوله الرابعه القعده الرابعه للكورس ده قالت لي انا لمسته قبل كده عامل زي ملمس شموار. قلت لها يعني ايه شموار؟ قالت لي ملمس القطيفه. ما رضيتش اسالها يعني ايه قطيفه، اكيد حاجه معروفه يعني ماشي. المهم الملمس ده كان الملمس ده موجود ليه؟ عشان ايه؟ عشان سكيلز، عشان اسمها ترياس. كلمنا الحته دي، يبقى الملمس اللي موجود ده مميز ليها قوي للهيرالد ماتش دي. الملمس بتاعها، الملمس بتاعها عامل ازاي؟ قال لك الملمس بتاعها عندها عامل سكيلز كده، قلنا زي القطيفه او اللي احنا قلنا عليه شويه الشموار ماشي. الحاجات دي مشهوره صح؟ شموار. علاج الترياس الثلاثيه هو ايه؟ الترياس الثلاثيه لحد دلوقتي مش عارفين السبب فيها. يعني يعني مش عارفين برضو ايه السبب فيها. في ناس بتقول لك فيروس انفكشن لفيرال مش معروف، طب هو الفيروس ما نعرفش تمام، ده تقريب تمام. او ناس بتقول لك ايه ده هي على غالبا حساسيه حاجات مش عارفين الاسباب الحساسيه بتاعها. ففي كلام كتير موجود. المهم كل الفكره في العلاج انها تتعامل على انها حساسيه، حتى لو فيروس بيقول لك الفيروس مش معروف اصلا عشان تديله علاج تمام. فعشان كده بعمل ايه؟ بقول لك عليك على انها حساسيه. حساسيه يعني ايه؟ نفس علاج مين؟ الدرماتايتس. حساسيه يعني نفس علاج الدرماتايتس. هتنفع حاجه الحساسيه اللي هو التوبيكال كورتيكوستيرويد ودي فيها هرش. ساعتين مع كلمه هرش يا جماعه يبقى مين؟ الثنائي بتاع الهرش اللي هو الاكتيف ستيمينج والسوز انجيج كده. يبقى علاج الترياس الثلاثيه في كلمه جديده فيه؟ لا. هدي حاجه من الحساسيه التوبيكال كورتيكوستيرويد مع الثنائي بتاع الهرش اللي هو الاكتيف ستيمينج والسوز انجيج. حاسب بس انها بتطلع هواء تبدا تفرقع على الصدر او خلف الرقبه، تبدا مره واحده كده على الجسم تمام؟ خلف الرقبه بس حته مميزه فيها ان الهيرالد باتش دي ساعات ما بتبقاش باينه الا خلف الرقبه المكان ده. عشان لما تقعد في عيادة جلديه هتلاقي حاله ترياس ثلاثيه داخله عليك، بقع محمره ظهرت على الجسم كله تمام؟ دور على البقعه، عاوز تدور على البقعه بقى اللي فيها سكيلز البقعه الكبيره دي، تلاقي البقعه الكبيره مش ظاهره في الجسم الا فين؟ في المكان ده. فدكتور الجلديه على طول رايح ايه؟ مدور في المكان ده ورا الرقبه كده من تحت تمام؟ ده المكان اللي بنلاقي فيه على طول الهيرالد باتش. ده اللي بيتعرض للشمس، ما بتجيش في المكان اللي بيتعرض للشمس. يعني لو فاكرين الديستريبيوشن بتاعها من ايام الجلديه كان بيقول لك جاكيت طويل قم قصير، فاكرين الكلام ده؟ جاكيت طويل تمام، ده المكان كله ما بيتعرضش للشمس. قم قصير تمام، قم قصير ما بيتعرضش للشمس، لكن البيت ده ممكن يتعرض للشمس. فما بتجيش في الاماكن اللي تتعرض للشمس، هي تيجي في المكان ده، في المكان ده جاكيت طويل قم قصير خلاص. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للترياسس روزيا. ممكن بيقول لك حتى لو سبتها خالص من غير علاج بتقعد شهر شهرين وبتختفي لوحدها، مش عارفين السبب فيها ايه. مش معديه، لا هم مش عارفين السبب فيها اصلا ايه. خلاص بيقول لك حاسس سيء خلاص مش معديه.